مجزرة إيدن مثلت نقطة تحول أساسية مفصلية بتاريخ تاريخ الاستقلال اللبناني، لأنه ما شهدت مثل بين القوى والأحزاب المسيحية التي تحكمت بالسلطة في لبنان. للأسف وأشد الأسف أنه هالعقلية اللي تحكمت بالأحزاب المسيحية ما زالت موجودة بالرغم من مرور 46 سنة على ارتكاب مجزرة أهدين، بالوقت اللي نحن بأشد الحاجة اليوم أن نكون برأي واحد بين الأحزاب المسيحية تنوصل تنحقق حلم الوطن الذي استشهد من أجله شهداء مجزرة أهدين. بذكرى مجزرة أهدين نتعلم عبر ودروس كتيرة، أبرزها أنه الانقسامات بين الموارنة بهيدا الشرق بتشرزمهم وبتضعفهم وما بتقويهم. منصلي تتكون دماء الشهداء ذخائر سلام لنبقى ويبقى لبنان وطن الرسالة. 13 حزيران 1978 تاريخ مأساوي لأهدن وللبنان. 46 سنة على مجزرة أهدن، بالرغم من أنه المجزرة ما كانت عقيمنا، ولكن صدى تأثيرها حاضر بقلب كل واحد منا. مجزرة أهدن كانت نقطة تحول مهمة بتاريخ لبنان بوقت كان البلد عم بيعاني من صراعات سياسية وطائفية. 31 شهيد دماءهم روت أرض أهدن، فكانت الشهادة سبيل تنآمن بلبنان ووحدة لبنان. منصلي بهالذكرى لأرواح الشهداء اللي فقدناهم، وباختصار التاريخ درس إلنا وللأجيال الجاية، فكان السلام والتسامح فضيلة نمشي فيها مثل ما علمنا السيد المسيح، وإيدنا بإيد بعض بنبني مستقبل أفضل للبنان. بحلول الذكرى 46 على مجزرة الغدر، مجزرة أهدن بيحكي فيها الصغرتاويين وكأنها صارت مبارح. استشهد بهيدي المجزرة القائد توني فرنجية وزوجته فيرا وبنتهم جيهان ومعهم 28 شخص تهافتوا للدفاع والمواجهة والمجابهة، ولأنهم آمنوا بهيدا البيت القيادي العظيم وبيحبوه. وهيدي الحالة نادرة أن تصير، لأنه أكثر الاستشهادات والاغتيالات بتصير بشكل إفرادي تقريبا. وهيدي القيادة إيمانها راسخ بأنه لبنان هو بلد العيش الواحد لكل أبنائه، وهو وطن الجميع، وانفتاحه كبير ونهجه ثابت وعروبته هويته. ولأنه هيدي القيادة كانت سد منيع بالمنطقة، تعرضت للمجزرة الظالمة والبغيضة بواسطة أساليب الغدر والاغتيال يلي بتعتمدها الصهيونية ومع عملائها، وما قدرت تحقق أهدافها بالمجزرة لأنه نحن كمرضى باقيين على مبادئنا ووطنيتنا وعروبتنا ومسيحيتنا، وصرنا اليوم أقوى وأكثر صلابة وقوة ومناعة. ونحن كجيل جديد ما فينا نبني مستقبلنا من دون ماضي وتاريخ عريق ومشرف. 13 حزيران 1978 حين قال الشهيد للقاتل من دون أي تردد: حياتي في ضوء وطني. ب 13 حزيران 1978 الساعة 4 صباحا هاجمت قوة عسكرية مؤلفة من 450 شخص بأمر من بعض القيادات اللبنانية المسيحية بيت الرئيس سليمان فرنجية بأهدن، وعلى أثرها استشهد 31 شخص. بعد مرور 46 سنة على هيدي المجزرة إلا أن القضية لازالت مستمرة. صحيح سليمان فرنجية سامح، بس سامح من أجل مصلحة الوطن، اللي من 46 سنة كان الهدف من هيدي المجزرة إلغاء الفكر الانفتاحي والانفراد بالقرار المسيحي. على الرغم من الوجع الكبير اللي بتحمله المجزرة، إلا أنه علمتنا وباعتنا على دروس كتير. علمتنا أنه ما حدا بيقدر يلغي حدا. علمتنا أنه التقسيم أبداً منه الحل، بل الحوار هو الحل. وأهم نقطة علمتنا إياها أنه دايماً نكون كلنا فدا لبنان اللي هو دايماً على حق. أهدن ب 13 حزيران 78 هي محطة مفصلية بتاريخ لبنان، يوم أراد طرف مسيحي موالي لإسرائيل إلغاء طرف مسيحي مؤمن بالعروبة والوطنية. هيدي المجزرة يلي أريد منها إقفال منزل آل فرنجية السياسي، حول الرئيس فرنجية إلى شهادة على مذبح الوطن يوم قال فدا لبنان، وكرس
مقولة السيد المسيح بالغفران يوم قال عفى الله عما مضى، وهالشيء أعاد تأكيده رئيس تيار المرضى سليمان فرنجية يوم أتم المصالحة مع رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع تحت عباءة الكركي. ذكرى 13 حزيران 46 بنتعلم منها أنه نحن زائلون أما لبنان فباقٍ. على مر التاريخ ومهما مر من أناس وزعماء، لبنان باقٍ حراً موحداً إلى الأبد. لشهدائنا نقول شهادتكم شهادة بالحق وللإيمان لكي يبقى لبنان. من دمائكم نستمد القوة لنستمر حفاظاً على العهد.